السلام عليكم البنات الحبوبات الزوينات ديالي. مرحبا بالناس الجداد والناس القدام، وشكرا على لي لايك، وشكرا على البارتاج، وشكرا للحبوبات ديالي الزوينين. وقولوا لي يا اختي بالصحه الكحولات يا اختي. طلع لي راسي في راسي، طلع لي وجهي في راسي، والله ما نكذب عليكم، طلع لي وجهي في راسي. وانا نقول انا اصلا غدا خارجه مسخره، طالعة الخبازات الناس ديال القنيطره راه عارفه الخبازات. لهذا تخيلوا البنات من امتى دابا تقريبا مني مشيت لكازا ما درتش الكحول في عينيا. هانتوما يا اختي شوفوا الكحولات شوفوا دابا انا والله كنهضر معكم غير هكا في هذا التحشمت، حيت ما كنديرش الكحول بزاف، ولكن راه كيجيني زوين. عرفتوا علاش؟ حيت انا زوينه، ماشي حيت انا زوينه، حيت القلب ديالي زوين. المهم انا كنبغي نضحك معكم، كنجيب عليكم هبالي الحبيب ديالي الزوينين. الله يجعل ربي يفرحنا ويفرح جميع المسلمين، الله يجعل ربي ينور طريقنا وطريق جميع المسلمين. وكنتمنى من الناس اللي كيشوفوا اللي غيشوفوا هذا الفيديو، كنتمنى من الناس اللي كيشوفوني، وكنتمنى من الحبيب ديالي الزوينين، كنتمنى منهم يديروا لنا البارطاج ويديروا لي التعليق الزوينين. والله يجعل ربي يشافينا ويشافي مرضى السرطان. وغنوجه واحد دايرين ضجه، ما عرفتش دايرين ضجه، قال لك اودي راه صوفيا جاها سرطان، صوفيا طالوني جاها سرطان. واش حبت واش عرفتوا شنو هو السرطان؟ واش عرفتوا اشنا هو السرطان؟ بغيت نفهم، بغيت نعرف، واش السرطان لعبه؟ راه ماشي لعبه عباد الله. سولوني انا نقول لكم، واللي بغى يعرف الاسم ديال السرطان سيروا لمروزكو، سيروا مولاي عبد الله، سيروا للمصحات ديال انكولوج باش تعرفوا اشنا هو السرطان، باش ما تبقاوش تهضروا بيه على الناس. حشومه وعار، شنو دارت لكم صوفيا طالوني؟ واش فغيمو فيها السرطان؟ تخرج به وتسرح به، وكنتمنوا ليها الشفاء وما بغيناهش ليها، وما بغينا شي سرطان ما تشهيش لشي حد. عدوك 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 في الدنيا، ما تبغيه لا اليهودي ولا المسلم، ما تبغيه لا العادي ولا المثلي، ما تبغيهش لشي مسلم، وما تبغيهش لشي حد، ما تبغيهش لشي حد. واش تخيلوا الحباب ديالنا الزوينين؟ ولهذا كنتمنى والله العظيم تضحكوني، تيجيو تبقاو يتمادوا على السرطان. رحيب السرطان راه خصكم تعرفوه، وعاش باش تهضروا عليه. لحقيتاش نتوما ما عارفينوش؟ امبوسيبل غتهضروا عليه وغيجيكم عادي. السرطان راه ماشي عادي، واش كتفهموا شنو هو السرطان؟ نقولها ونعاودها؟ الله يهدي ما خلق، الله يجعل ربي يشافينا ويشافي مرضى المسلمين. لهذا الحبيب ديالي الزوينين اليوم باش ما نبانش لكم كمريضه بسرطان الثدي، والحمد لله انا راه تشافيت، والحمد لله شفاني الله وعافاني، ولكن بقى عندي 5 سنين ديال العلاج. كنتمنى من الله والدعوات ديالكم تدوز هاد 5 سنين بسلام، ونكونوا ان شاء الله بالفائزين بالعلاج، ونكونوا ان شاء الله من الناس المحظوظين بالفوز بالعلاج. لهذا الحبيب ديالي الزوينين اليوم انا راني درت الماكياج يا خواتاتي، درت الماكياج والماكياج والماكياج. ها نتوما شوفوا يا اختي الكحولات، وشوفوا تبقاو تبانوا علينا، تبقاو تبانوا علينا بالشفار، وتبانوا علينا بالحجبان، وتبانوا علينا بالشعورات، وتبانوا علينا بالماكياج. ايوا يا اختي حتى انا راه كندير الماكياج. البنات انا من المحبين ديال الماكياج، وكنت كنموت على الماكياج. تخيلوا البنات كنت كنمشي ندير لا شيميو، صوروا خواتاتي كنت كنمشي ندير لا شيميو ونمشي دايره الماكياج بيان ابي، تصوروا ما كاين حتى زغبه في الراس، وكندير الماكياج وكنمشي وعادي جدا، والله ما نكذب عليكم. لهذا الحبيب ديال الزوينين كي جاكم يا اختي الكامو، كي جاتكم الجلابه، كي جات عليا الجلابه، وكي جا عليكم الجبادور يا اختي. لهذا البنات بغيت نشارك معكم الجلابه، هاد الجلابه الكحله ما عمركم ما شفتوني لابساها يا اختي. ها نتوما شوفوا الجلابه غزاله، هاد الجلابه عطاتها لي خالتي انيسه، خالتي انيسه خيطات هاد الجلابه وجاتها مزيره، وجاتها راكم عارفوا المراه كبيره وهذا، وهي ما فصلتها لها بنتها، وخالتي انا خالتي كتحمق على شي حاجه سميتها نوار. ايوا وخيطات خالتي هاد الجلابه وما جاتوش، هي تعطيها لي كتبقى صافي مابقاتش كتلبسها، قلت لها خالتي اري 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 لبسها انا. ايوا ملي عطاتها ليا مشيت نقصت منها هكا، وراكم عارفين الخياطه ديال العيالات الكبار كانت دايره ليها الجياب ودايره ليها داكشي، حيدت ليها داكشي
المهم راه حنا عيالات كبار ماشي باقا صغيرين. ولكن خالتي انس انا خالتي راه واخا مرا كبيره ولكن بوكوسه وغزاله وفنه. خالتي كاملين امي الله يرحمها وكل شيء. انا امي انا عائله امي عائله الزين والله غير كذب عليكم. ايوا هانتوما كتشوفوا الجلابه كي جاتني غندير معها هاد الصاك. هانتوما غتشوفوه معايا غندير معها هاد الصاك. هانتوما غندير معها الصاك. انا كتعجبني شي حاجه سميتها الكامو. كنحمق على هاد اللون وانا اصلا ما كنلبش الكحل بزاف. كنلبسو ولكن ماشي مدمنة عليه. انا كيعجبني الالوان البارده. كيعجبني الابيض البيج بلونكا هذا شي حاجه بارده. هاك الالوان الباستيل كيعجبوني. شتو البنات هزيت هاد الصاك. ايوا يا اختي دابا انا خارجه غادي الخبزات او يلاه معايا الخبزات. ايوا لقيت كيفاش غنصور لكم في الخبزات. غنصور ما لقيتش نخاف يديو لي التليفون. يا خواتاتي تي راكم عارفين في الزناقي الا خرجنا التليفون للزرقاء يديروا لي ليه السمار. واختي انا كنخاف وما عندي صحه. وانتم راكم عارفين دايره هاد دايره هذيك الشومبره هنا ديال لاشيميو. ما نقدرش انا بلاصه هكا بلاصه الزحام وداكشي ما كنقدرش نمشي ليها. كنخاف اخواتاتي والله ما نكذب عليكم. لهذا الحبيب ديالي الزوينين بقوا معايا نمشيو للخبازات ونشوفوا شنو الى المهم انا ما نوعدكمش واش غنصور. انا باغا نصور ولكن الا ما لقيتش ما قديتش راه ما غاديش نصور. هادشي اللي غنقول لكم البنات. وكما قلت لكم الناس اللي كيهضروا على السرطان ما خاش الانسان ويجي ويهضر عليه. اليوم انا جيت نهضر معكم من الدار ديالنا الدار الوسطانيه ديال الدار ديال الضياف. هذه دارنا تاع الضياف. عمري ما جلست معكم هنايا. هاد المره باش تعرفوا السرطان راه كلمه قاصحه. شوفوا حياه لالي كي كانت شوفوا ديروا مقارنه ديالي انا ديال دابا وديال قبل ما نمرض. شوفوا حياه لالي قبل ما تمرض كي كانت ودابا كي ولات. ولكن الحمد والشكر لك يا ربي كل ساعه وساعتها. اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله اللي باقى بالحياه. اللهم الاعتراض لهذا الحبيب ديالي. الانسان ما يدعيش على الناس بالسرطان وما يقولش راه صوفيا طالوني جاها السرطان. بالاحرى نوفل جاها السرطان حشومه. هو مسكين في داكشي اللي عطاه الله. كنتمنوا ليه الهدايه ولهذا الحبيب ديالي الزوينين انا بغيت نقول لكم تا واحد ما يهضر على السرطان. ما عنده واحد ما عنده الحق يهضر على السرطان. لحقته السرطان واحد الشخص خبيث. علاش هو سميتو المرض الخبيث؟ لهذا انا مازال بغيت شي حد يهضر عليه. لا هضرت عليه انا راه كنهضر عليه بشراسه لحقيتاش. عشتو. ولكن واحد اخر ما تيعرفوش ويدعي على الناس بيه حشومه. انا صوفيا طالوني زعما ما بيني وبينها غير الخير والاحسان. تنشوفها في السوشيال ميديا ولكن ما بغيتش الناس يدعوا عليها بالسرطان. ما بغيتش الناس يقولوا راه صوفيا طالوني جاها السرطان. الله يجعل ربي يشافينا ويشافي مرضى المسلمين. الله يجعل ربي يشافينا ويشافي مرضى السرطان. لهذا الحبيب ديالي الزوينين نخليكم مع حياه لالي القديمه والجديده. مح عليكم.